مرحبا، معكم ستيفانينا السار، أخصائية تغذية بمركز زادونا، حائزة على ماستر بتغذية الرياضيين. اليوم نصايحنا رح يكونوا عن كيفية اتباع نمط حياة صحي وسليم بهدف الوقاية من أمراض القلب والشرايين. أول نصيحة رح نحكي عنها هي المحافظة على وزن صحي. كنا نعرف إنه الوزن بيرتبط كتير بالشكل الخارجي وتأثيره على الشكل الخارجي، ولكن هلأ صرنا نعرف كمان أنه بيأثر بطريقة مباشرة على الصحة والصحة الجسدية. تبين بالدراسات أنه إذا كان عنا مستوى دهون فوق المعدل بوزننا، نحن معرضين أكتر أنه نكون بصحة متراجعة، يعني معرضين أنه ننصاب بأمراض القلب والشرايين، ارتفاع نسبة الدهون بالدم تحديداً الكوليسترول والتريغليسيريد، ارتفاع نسبة السكر بالدم وريسك الإصابة بأمراض السكري تحديداً النوع الثاني منه، وارتفاع ضغط الدم تحديداً. نتشكركم لمتابعتكم ونلاقيكم بالحلقة الثانية.